هذا رجل يقول: أعمل معيدا في الجامعة، وتقرر ابتعاثي إلى فرنسا لمدة 3 سنوات للحصول على درجة الماجستير، وهنا المجتمع يختلف عن مجتمعي العربي، وأخشى على نفسي الفتنة، فهل يصح لي أن أتزوج من فرنسية لمدة 3 سنوات وهي مدة البعثة؟ النكاح المؤقت يسمى نكاح المتعة، ينتهي بانتهاء المدة المتعاقد عليها بدون طلاق ولا توارث عند الموت، وقد أحله النبي صلى الله عليه وسلم لظرف طارئ ثم أبطله بعد زوال هذا الظرف، واستمر باطلا إلى يوم القيامة، وعلى نسخه جمهور أهل السنة، وقالوا إن المقصود من الزواج هو الدوام والاستمرار حتى يكون هناك استقرار في الأسرة لتؤدي رسالتها من الرحمة والمودة والسكن وتربية النسل تربية منظمة. الإمام أبو حنيفة قال: إن عقد الزواج إذا كان محدودا بمدة معينة عقد صحيح، ولكن يلغى التحديد ولا يلتزم به. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: لو تزوجها بغير شرط المدة إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح، وذلك لعدم الشرط في العقد. وإن تزوجها بشرط أن يطلقها في وقت معين لم يصح النكاح. ومن هذا نرى أن الزواج المؤقت بمدة مشروطة صحيح عند أبي حنيفة ويقع مؤبدا ويلغى الشرط، وصحيح عند الحنابلة إذا لم يذكر الشرط وكان في نية الزوج أن يطلقها بعد مدة، ولا ينتهي بمضي المدة كما هو في المتعة، ولكن لا بد فيه من الطلاق، وله حكم الزواج العادي من حيث الميراث والنسب وسائر الحقوق. ويمكن الاستفادة بهذين الرأيين، ولكن عند الضرورة القصوى التي جاءت في السؤال، وليس في كل حال، لكن عدمه أولى، والصبر والتفرغ للعلم والعمل أفضل، والله أعلم.